مساء الخير واهلا وسهلا بكل الاهلاويه. حلقه جديده ويوم جديد والسادسه الحقيقه يمكن من النهارده رجعنا للجد مره ثانيه بعد راحه استغرقت 48 ساعه لفريق نادي الاهلي بعد عودته من المغرب. بيبدا الفريق تدريباته مره ثانيه والكلام والشغل الشاغل وكل اهتمام الناس الحقيقه منصب على مباراه العوده ان شاء الله اللي هتقام في القاهره وعلى ملعب استاد القاهره يوم الجمعه اللي جاي. استعدادات الحقيقه يمكن على قدم وساق. كل الحقيقه الاخبار اللي جايه من النادي الاهلي ومن الجهاز الفني انه في حاله تركيز شديده جدا وانه نتيجه ماتش المغرب صفحه واتقفلت زي ما بيقولوا. كل التوفيق لنادي الاهلي وهنتابع مع حضراتكم على مدار حلقتنا النهارده طبعا اخر الاخبار الخاصه بفرقتنا واخر الاخبار الخاصه باول تمرين بعد فتره التوقف اللي استغرقت 48 ساعه. مساء الخير يا ساره. مساء الخير عليك يا احمد ومساء الخير على حضراتكم. وفعلا يمكن كلامنا كله الفتره دي ان احنا بناكد قد ايه ان خلاص الصفحه اللي فاتت صفحه مباراه الذهاب اتقفلت تماما، وده يمكن اللي كنا بنقوله امبارح وده اللي اكده موسيماني بنفسه النهارده وقال ان هو يا احمد بيرفض المبالغه في الفرحه بالفوز في مباراه الذهاب وان طبعا مهما حصل الوداد اسم كبير واسم عريق في كره القدم الافريقيه وان في البطوله البطولات اللي زي دي بيبقى وارد دايما اي مفاجآت وعشان كده هو لازم يكون في تركيز كويس جدا منه من الجهاز الفني ومن اللعيبه في مباراه الاياب ودي اهم حاجه واهم هدف. واكد يا احمد ان هدفه الاول والاخير مع النادي الاهلي هو الفوز بدوري ابطال افريقيا ودي الحاجه الحقيقه تطمنا بشكل كبير. صحيح كل القرايات يا ساره وكل الاحصائيات وكل المقارنات اللي كانت بتتعمل بين الاهلي والوداد قبل مباراه الذهاب في المغرب كان ليها معنى وكان ليها يعني تأثير على أو محاولة قراية اتجاه سير الماتش، لكن النهاردة ما أقدرش أقول إنه ده ينطبق على الماتش اللي جاي. المباراة اللي جاية ليها ظروف خاصة جدا وليها حسابات خاصة جدا وقلنا إن الوداد راجع أو جاي القاهرة وهو ما عندوش حاجة يخسرها. في ناس كتير جدا بتقارن أو حتى بتقول مثلا إنه الوداد في ماتشاته اللي لعبها طول دوري أبطال أفريقيا السنة دي سواء في مرحلة المجموعات أو في الدور ربع النهائي كل الماتشات لعبها خارج ارضه ما قدرش يحقق الفوز ولا مره، يعني وهو في المجموعات اعتقد لعب اربع ماتشات مرتين اتعادل فيهم ومرتين خسر فيهم، وده الحقيقه كلام ليس له موقع من الاعراب زي ما كنا بنقول كده في دروس اللغه العربيه لانه المباراه اللي جايه ملهاش حسابات والوداد ما عندوش هدف غير هدف وحيد هو التاهل، وعشان يتاهل لازم يحقق مكسب كبير جدا على النادي الاهلي. مهمه صعبه من وجهه نظر ولكنها ليست مستحيله وعلى هذا الاساس احنا كمان بنتعامل وكويس ان مستر موسيماني اكد انه نتيجه مباراه الذهاب احنا نسيناها خالص وهنتعامل مع الوداد بنفس الجديه وبنفس الاداء وبنفس المستوى. واكد كمان يا احمد انه خلاص كده الوداد عرف كويس قوي والمدرب عرف كويس قوي امكانيات النادي الاهلي ممكن جدا يغير الخطه بشكل كبير قوي في مباراه الاياب وعشان كده لازم يكونوا مركزين كويس قوي في مباراه الاياب. نروح